إذا كنت طالب هندسة عمارة وعندك مشروع بيفتح مجالات خلاقة في الهندسة المعمارية، ويكون كمان يستخدم التكنولوجيا الحديثة والعصرية، ويكون للفكرة تأثير ملموس على المجتمع، وعندك دراسة واضحة لدراسة جدوى للمشروع اقتصادية وكيف تطويرها، لا تنسى لازم يكون المشروع مسجل باسم شركة أو إنه تمتلك الحقوق الفكرية للمشروع. أنت عم تبحث عن فرصة لخلق آفاق جديدة للمجتمع؟ أكيد عم تسأل حالك هلأ، هل ممكن أكون معماري ريادي؟ حابب تكون رائد في العمل الهندسي؟ عندك فكرة جديدة إبداعية؟ فأنت جاهز للتقديم لجائزة المعماري الريادي. صح، زي ما سمعت، هي جائزة المعماري الريادي. عشان نجاوبك على السؤال لازم تعرف ميزات الجائزة. في عنا فئتين مشاركتين، الفئة الأولى وهي الفئة من المهندسين اللي قاموا بمشاريع وأفكار خلاقة وجديدة، وبتكون في عدة مجالات، وهي الرسم، النحت، الأثاث، تكنولوجيا، الطباعة ثلاثية الأبعاد. الفئة الثانية هي المعماريين حبوا يفكروا بطريقتهم الخاصة وعملوا مشاريع صغيرة بالحجم ولكنها كبيرة في تأثيرها على المجتمع، ضمن القطاعات التالية: تعليم، بيئة، تكنولوجيا، صحة، نقل، أو أفكار بتتعلق بالفن والإبداع المعماري. أكيد رح تسألنا كيف نقدم للجائزة؟ أولاً رح يكون حفل إشهار الجائزة في 23/2/2019، وكل ما عليك عمله لتقديم الطلبات فيديو قصير دقيقة واحدة بيشرح الفكرة، نص توضيحي بحدود 300 كلمة، رسومات، صور أو سكتشات للتعبير عن الفكرة، وللفئة الثانية دراسة جدوى للمشروع. وبعد هيك رح يكون في تصفية أولية للطلبات المقدمة من قبل لجنة التحكيم المختارة، ورح يكون في مقابلات مع المتسابقين للتصفية للمرحلة النهائية في شهر 4/2019، ورح يكون في رد على المؤهلين بالفوز بالجوائز بنصائح واقتراحات، ورح يتم عمل عرض قصير ما بيتجاوز 10 دقائق لتوضيح الفكرة للحضور يوم الحفل الختامي والمعرض اللي رح يقام في شهر 7/2019. الداعمين والشركاء الاستراتيجيين معنا: الجامعات الأردنية، المكاتب الهندسية، نقابة المهندسين الأردنيين، أمانة عمان، الشركات الخاصة الداعمة لتطوير المواهب، الجمعيات والمبادرات الهادفة، جميع الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة. رؤيتنا لجائزة المعماري الريادي إن تكون هاي الجائزة الرائدة محلياً لتحفيز رواد الأعمال من المهندسين والمعماريين وإلهامهم روح المبادرة والابتكار، ورسالتنا إنه تتحول هاي الابتكارات لمشاريع بتساهم في تنمية المجتمع والاقتصاد واكتشاف المتميزين وتكريمهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية. جائزة المعماري الريادي، الفئة الأولى 3 جوائز، الفئة الثانية جائزتين. جائزة المعماري الريادي ميزاتها: الجرأة، المبادرة والأسبقية، الإبداع والتجديد، المخاطرة والمجازفة، القيادة والتأثير، العمل الحر والاستقلالية. تابعونا على صفحة الشعبة المعمارية ونقابة المهندسين الأردنيين.